رئيسا لحزب الحرية والعدالة، صاحب الأكثرية البرلمانية الآن، وعندما أكون رئيسا سوف أبذل قصارى جهدي مع البرلمان ومع الحزب الذي أرأسه الآن، وسوف أتركه وأترك رئاسته مجرد ظهور نتيجة الإعادة عندما أصبح رئيسا لمصر. أكون لكل المصريين علاقتي بالإخوان المسلمين، أنا الآن لست عضوا في قيادة الإخوان، أنا رئيس الحزب، علاقتي بكل الإخوان كعلاقتي بباقي المصريين، وأنا أعلنت قبل ذلك وأؤكد أن بعد انتخابي رئيسا الإخوان كباقي المصريين بالنسبة لي أنا رئيس لكل المصريين، لن يكون هناك مجال للعودة إلى الوراء مع بقايا الفساد، بقايا النظام الساقط. المصريون خيارهم واضح، مع الثورة، مع الاستقرار والتنمية، مع الحرية الحقيقية والديمقراطية، مع مصر الجديدة المستقرة بكل أبنائها. أشكركم جميعا وأحييكم على هذا اللقاء وهذا الحضور. دكتور بس عنده ارتباط اعلامي بسؤالين. ما اليه من قتال وهل هم اضراب هذه الشراكه؟ هل التواصل مع المرشحين الكبيرين حمدين صباح وعبد المجيد، خاصة وأنهما لم يحضرا اجتماع اليوم وما علمنا أنهما كانا مدعوين لهذا الاجتماع. الأمر الآخر، هل هذه النتائج الآن في ظل ما يقال عن 4 طعون مقدمة هي نتائج نهائية أم أنها ما زالت نتائج غير نهائية وقابلة للدعم؟ الحقيقة أنا كنت حريص عندما فكرنا أمس في الدعوة للناس لكي تجتمع اليوم أن أتصل بالمرشحين المدعوين للقاء ولرؤساء الأحزاب ولأصحاب الرأي وبعض الموجودين في بعض حملات مرشح الرئاسة، وأنتم تعلمون الإرهاق الذي كان بعد ظهور النتائج الأولية، وتعلمون أيضا أن الوقت كان ضيقا ولم يبدي أحد ممن اتصلنا به رفضه للحضور، البعض حال ظروفه دون حضوره. اليوم لقاء أولي، سوف يكون هناك لقاء آخر وربما أكثر خلال يوم 2 على الأكثر. أنا حريص على الجميع، أنا أمد يدي لكل إخواني مرشح الثورة، أنا أتمنى أن تكون الشراكة، وسوف أسعى بكل جهد وقوة لكي ليتحول هذا الكلام إلى آليات عمل حقيقية وشراكة حقيقية مع هؤلاء، ليس فقط بالاستشارة ولكن بالمشاركة الحقيقية في السلطة التنفيذية بجناحيها الرئاسة والحكومة. مروة تفضلي. سؤالي الثاني، ماذا عن منصب نائب رئيس ورئيس الحكومة؟ هل حزب العدالة مستعد انه يترك المنصبين دول لحد تاني غير خارج عن الحزب؟ شكرا. بالنسبة لموضوع الدستور، ليس بينها اختلاف جوهري او حقيقي على محتوى الدستور. الحريات العامة وحقوق المواطنين والتساوي في الحقوق والواجبات والسلطة التنفيذية وصلاحياتها، الأبواب الأربعة الأولى من دستور 71 ليس عليها اختلاف جوهري بين القوى الوطنية، بل هناك اتفاق جوهري منذ شهور على ذلك. حريات العامة متفق عليها بين الجميع، حق الجميع التساوي في الحقوق والواجبات بالنسبة لهذا الوطن، المواطنة هي الأصل، الحقوق الدستورية القانونية، دولة القانون، كل هذا متفق عليه. المادة الثانية من الدستور متفق عليها أيضا بين الجميع دون استثناء، حتى بين المسلمين والمسيحيين.
لا اختلاف على المادة الثانية. الكلام في الباب الخامس اللي هو في الدستور 71 وهو النظام السياسي، وهذا أيضا شبه متفق عليه أنه يبقى مرحليا في المرحلة الانتقالية نظام مختلط شبه برلماني، ثم بعد ذلك الناس تتباين وتقول رأيها بعد مرور المرحلة الانتقالية التي أتصور أنها فترة رئاسية أو فترة برلمان فصل تشريعي 4 سنين 5 سنين. بالنسبة للجزء الثاني هو مهام الرئيس، وهذه ستعتمد في الدستور أيضا على النظام السياسي. دور القوات المسلحة النقطة الثالثة وأساسية، احنا كلنا كساسة كأحزاب كمرشحين رئاسة من المرشحين الوطنيين المنتمين للثورة وإلى مصر الجديدة متفقين على أن القوات المسلحة يجب أن تدعم تحترم يؤسس لدعمها بشكل واضح وكبير، وكلنا أيضا بنقول في إطار الدستور فلن يكون في مصر من وجهة نظر المجتمعين على هذا من هو فوق الدستور. والدستور تضعه اللجنة التأسيسية، واللجنة التأسيسية تمثل كل ألوان الطيف إن شاء الله، والشعب هو الذي سيقول رأيه فيه موافقة أو رفضا. فالمحتوى نحن متفقين عليه، آليات العمل، البرلمان على وشك أنه هو ينتهي من وضع خلال البرلمان نفسه من وضع مشروع قانون أو قانون يعني يعتمد بعد ذلك كيف يعني تكون الجمعية التأسيسية، وهذا هو البرلمان. أنا لا أستطيع الآن أن أتدخل في شأن البرلمان، لكن رأيي إذا كان لدي يعني كرئيس حزب حالي يعني إمكانيات في أن أوجه نحو التجانس في الجمعيات التأسيسية والتمثيل لكل ألوان الطيف المصري. النقطة اللي حضرتك سألت عليها الأخرى، هل يكون هناك نواب؟ نعم، لكن يمكن أن يكون هناك نائب أو أكثر، وهذا في حينه يكون واضح، وليس بالضرورة أن يكون النواب من حزب الحرية والعدالة، ليس هذا بالضرورة على الإطلاق. ورئيس الحكومة، ورئيس أنا قلت أن الحكومة ائتلافية موسعة، أنا قلت أنه هذا توجهي الأساسي أن الحكومة تكون حكومة ائتلافية موسعة. السؤال الأخير عشان بس الوقت، تفضلي يا فندم، تفضلي. أنا أسمح، سمحت لا بس اسمح بس فضلك. نعم تفضلي. أنا مستقبلاً رئيس لكل المصريين، أقف على مسافة واحدة منهم جميعاً، من سيصوت لي وغيره. هذه سياسة أساسية بالنسبة لي. كل من يريد أن يمارس حرية رأي أو فكر أو انتماء حزبي، معارض أو مؤيد، كلهم لهم نفس الحقوق طبقا للقانون والدستور. نريد حقيقة دولة القانون والدستور، لابد من أن نحترم مبادئ الدستور والقانون في كل اتجاه. سوف أبذل كل جهد في استقرار الدولة الدستورية القانونية، وسوف أكون إلى جوار كل صاحب رأي من أجل مصلحة مصر، وسوف أكون أخا وأبا لكل المصريين أينما وجدوا بغض النظر عن اتجاههم أو عقيدتهم أو لونهم أو جغرافية وجودهم أو جنسهم، نساء، رجال، أبناء، بنات، طلاب، شباب، رجال، أصحاب رأي. هؤلاء جميعا أنا بالنسبة لهم رئيس منتخب أعبر عنهم بأغلبية، وهم في القلب والعين حقيقة. هذا ما أقطعه على نفسي وما أقوله في رقبتي كالدستور تماما. أنا لا أملك أن أضع دستور من مؤسسة الرئاسة. الدستور طبقا للإعلان الدستوري
تضعه تضع مشروعه اللجنة التأسيسية، والمصريين هم اللي هيضعوه بجد بالموافقة أو بعدم الموافقة. لكن أنا في رقبتي ما أقول كالدستور تماما، المصريون جميعا أصحاب حقوق متساوية وعليهم جميعا نفس الواجبات. لا مجال للحديث عن أي نوع من أنواع التسلط، القهر، التهميش، عدم المشاركة. أشكركم جميعا، شكرا. في لقاء قريب إن شاء الله تدعى إليه قريبا خلال يومين القادمين.